أذكر إخواني الكرام بأن الحرب التي يشنها الآن علينا هذا النظام المجوسي هي قبل الحرب العسكرية هي حرب معنوية، هي حرب نفسية. واللي بيعرف بالأمور العسكرية بيعرف بأن الحرب النفسية هي كسر إرادة الخصم على الصمود، كسر إرادة الخصم على الصمود. بمجرد ما كسرت هذه الإرادة إخواني الكرام يدخل هذا النظام بدون قتال. والآن وصلت من جوا بفضل الله سبحانه وتعالى، الشباب كن بروح عالية ومعنويات عالية بفضل الله سبحانه وتعالى تناطح السماء. وبفضل الله سبحانه وتعالى شفتوا الهجمة من قبل أذان الفجر بدقائق للساعة تقريبا يعني 11، وبكل قوته بفضل الله سبحانه وتعالى ما أخذ بلوكة من طيبة ولا أخذ متر من جوا. تقدم بعض الأمتار من جهة مسجد صوان في منطقة الوادي وأعادوه بفضل الله سبحانه وتعالى الشباب. هذا ما جرى، وهناك تدمير آليتين وتركس، وبفضل الله سبحانه وتعالى الأمور إلى الآن جيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. حامل الشائعات التي هي الآن الحرب الأولى على أهل جبر وأهل غوطة هي الحرب النفسية وكسر إرادة كل واحد فيكم على البقاء والصمود وقتال هؤلاء. دائما أخواني الكرام، إمتى كانت أول حملة على جبر؟ صاروا أكثر من 200 حملة. ليش أنا عم أطلع إيدين ورجلين؟ بفضل الله سبحانه وتعالى، الإمكانيات كما هي، والرجال كما هم، والترتيب كما هو، والنظام كما هو، وليهيئ ما يهيئ. هناك رجال بإذن الله سبحانه وتعالى كالجبال، لا يخرجون بإذن الله إلا منتصرين أو شهداء. وهذا ما رأيته منهم بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، ونسأل الله لهم الثبات. أخواني الكرام، إحنا بأيام فضيلة، إحنا بأيام يتمناها الواحد منا طيلة العام، يتمنى لحظة من هذه الأيام المباركة. كل واحد فينا مسؤول وأمانة برأبته أمام الله سبحانه وتعالى ألا تغيب عليه ليلة إلا ويخص هؤلاء الشباب، والشباب جميعا في كامل الغوطة أن يخصهم بالثبات، وأن يخصهم بالتمكين، وأن يخصهم بالفضل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بكم. سامحوني لكن يعني هناك أمور لابد أن نذكرها بينكم لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الخير، وأقوم